بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله يا جماعة احنا في جولة في بوابة نون الرياض، حي النهضة، شارع سلمان الفارسي. جت تشكيلة جديدة من الإمصان، قلت أصورها لحضراتكم. يا دي لسه نازلة جديد، أو أنا ما صورتهاش قبل كده، يعني على 11 ريال ونص. يعني هتلاقوا حاجات على 11 ريال ونص، وحاجات على 23 ريال، وحاجات على 30 ريال. نبدا باللي هو اسعاره معقوله الاول، بعد كده ايه نخش على التقيل ان شاء الله. دي قمصان بيتي اهي، ودي الرسمه بتاعتها، فيها كشاكيش كده من على الصدر واستراس بيلمع. ده على كام؟ على 11 ريال ونص. هي بصراحه حلوه، بس القماشه مش اللي هي القطن، يعني لكره كده. متوفر منها عدة ألوان أهي، وهي طويلة وبنص كم، طويلة وبنص كم أهي. ده شكل تاني برضه على 11 ريال ونص. دي حلوة بصراحة، القماشة بتاعتها يعني إيه خفيفة شوية، يعني مش تقيلة تحرر يعني. أهي على 11 ريال ونص يا جماعة، عشان في حاجات ب23، وفي حاجات ب11 ونص، وفي حاجات ب30 ريال. الشكل ده على 11 ريال ونص. حلوه اللي عليها الفليمنجو دي، حلو. توفر منها اللون ده، وفي المخطط ده برضه على 11 ريال ونص اهي، وطويله وكذا نقشه يعني. حلوه الرصاصه دي برضه، حلوه المخططه دي، الوانات كتيره اهي اللي احنا مصورينها. اللي عليها الفليمنجو دي على 11 ريال ونص، وبينك اهي، دول على 11 ريال ونص، وهم طوال. مثلا دي فساتين بصدريه كده، ومتوفر منها الوان، دي على 23 ريال. الاشكال دي كلوشه كده، ودي بتتربط من عند الرقبه اهي، على 23 ريال. نيجي القميص ده على 11 ريال ونص، متوفر منه الوانات اهي، بنفسجي واسود، بس ده مش مكتوب عليه السعر. هنا دي على 23 ريال، دي برضو تمشي فستان، تمشي قميص بيتي، يعني هي بحزام، وبرضو متوفر منها عدة الوان. هي الموديل بتاعها بحزام ووسط كده مكشكش كده يعني، ونازله بكلوشه من تحت. دي الوانها. دي قمصان بيتي اهي على 23 ريال. دي جديده في بوابتنا. كل القمصان البيتي اللي حضراتكم شايفينها دي، او قمصان نوم يعني بمعنى اصح يعني، على 23 ريال. هنا يا جماعة كل دي قمصان بيتي على كام؟ على 23 ريال. هي كده زي ايه، كان مش عارفة كانوا بيسموها عندنا ايه زمان، هي نعمة كده، نعمة كانوا بيقولوا عليها سيرسي، ولا حاجة سيرسي كده يعني. دي على 23 ريال، كل القمصان دي على 23 ريال. في قصير وفي طويل. ده على جبيرة اهي من على الصدرية اهي، على 23 ريال اهي. في منها طويل وفي القصير، فتحة من على الجنب اهي، على 23 ريال. هنا ما شاء الله دول لسه متوفرين اهو، اللي مكتوب عليهم بالخط العربي، على كام؟ على 23 ريال. انا جيت صورت هنا عشان في اختي بعتت لي، قالت لي صوري لنا الملابس في بوابه نون، قلت اصور لكم الجديد والقديم. اهي دي على 23 ريال اهي. طبعا الحاجات دي اذواق يا جماعه اهي. انا عربي اهي،
والمفروض ترد ايه؟ سجل انا عربي، عربي وافتخر، مسلم وافتخر. ما شاء الله، دي برضو جديدة على 23 ريال. الوانات حلوة، ايه اسود واحمر، دي برضو قماشتها حلوة على 23 ريال. انا مش عايزة اطول لحضراتكم الفيديو، دول صورناهم هنا. الحاجات دي برضو بصراحة حلوة وبتنفع للبنات، يعني ما شاء الله. دول كام واحد؟ شرطات بناتي اهي، حبتين على 5 ريال 75 هلله، في السادة وفي المنقوش. معلش يعني لو بصورهم لكم عشان كله يستفاد، يعني اهو الحبتين على 5 ريال 75 هلله، اهو متوفر منه عدة الوان. الحبتين على 5 ريال 75 هلله، حلوين حلوين، والصيف عايز غيارات على طول، والقماشة بتاعتهم حلوة. الحبتين على 5 ريال 75 هلله، في السادة وفي المنقوش. انا بحب اصور لحضراتكم من الحاجات المفيدة، يعني برضو حبتين على 5 ريال 75 هلله، عشان وفي اهو ادي المنقوش اهو وادي السادة. في ناس بتبقى ايه مش عارفة او مش واخدة بالها، اهو شرطات بناتي دول بقى. ده الحبة الواحدة، عشان ايه في حاجات دي الحبة الواحدة على 11 ريال ونص، الحبة على 11 ريال ونص، اني شايفاها طبعا غالية على 11 ريال ونص. هي القماشة حلوة، الواحد يقول اللي يقول عليه، كقماشة القماشة حلوة، وفيها هتلاقوا حاجات 3 حبة، انا واخده منهم 3 حبة على 11 ريال ونص، برضو القماشه جميله. وفي خد نصيحه، نصيحه يعني تاخدوا اكبر مقاس اذا كان ليكم ولا لبناتكم، يعني عشان واخده لبنتي يا دوبك، وكنت بقولها يطلعوا كبار عليها، طلعوا صغيرين عليها. في حاجات دول 3 على 11 ريال ونص. القماشة بصراحة حلوة وقطم كده وما تحررش، بس خدوا الواسع. يعني هنا اللي في البوكسات المعلب ده 2 حبة مع بعض على 5 ريال 75 هلل، والقماشة بتاعته حلوة، مش لا القماشة قماشة خفيفة في الأبيض. يعني هو ده شكل تاني اهو، ده حلو برضو، الاتنين حبة على 5 ريال 75 هلل، يا بلاش حلوين. عشان انواع يا جماعة، انواع اهو، ده حلو. ده برضو فوط صحية، كانوا عاملين عليها عرض الفوط دي. هنا في مشدات اهي للبطن، مش عارفة كام، على 5 ريال باين. اهي متوفر عندهم الجلاليب او الامصان اللي هي بنص كم، 11 ريال ونص اهي. عايزه اجيبها لكم من بعيد كده، يعني ايه تقلبوا كده وتدوروا يعني عشان تلاقوا، اهو على 11 ريال ونص. وطبعا متوفر منه الوانات كتير اهو، هذه ده شكل اهي، والقماشه حلوه بصراحه، يعني حلوه على 11 ريال ونص. دي حلوه برضو جميله، اللي عليها الدبدوب دي على 11 ريال ونص. طبعا متوفر منه ايه الوانات 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 اهي، واشكالات اهي. كل الاستندات دي على 11 ريال ونص، ودي حلوه برضو. في ناس بتحب الموديل ده اللي هو كده تراث. على 11 ريال ونص، حلوة بنانيتي اهي، حلوة على 11 ريال ونص اهي، 11 ريال ونص اهي،
11 ريال ونص. هنا في بيجامات على 23 ريال، برمودا اللي هو البنطلون اللي هو لغاية الركبة ده أو تحت الركبة على 23 ريال. طبعا متوفر منه عدة ألوان وأشكاله، في طويل وفي برمودا، في كبير وفي أطفالي. على كام؟ 23 ريال. لا يا ربنا، ده دي ب30 ريال، دي بتاعت الأطفال دي ب30 ريال. يا جماعة أنا أسفة، كنت افتكرها كله على 23. في فساتين دي من أيام العيد بس أنا ما صورتهاش، على كام؟ على 30 ريال الفساتين دي. أنا بصور لكم كل شيء يعني. دي فساتين أطفال، يا مالك، عندهم كوفرتات مواليد على 11 ريال ونص. أي كوفرتات مواليد على 11 ريال ونص، وعندهم فوط شعر اللي بتلفوا بها الشعر يعني بعد الحمام، وعليها أرنوبة اهي على 11 ريال ونص، وهي كده ايه، مهير، مهير او اسمه ايه ده، الفايبر دي. توفر منها الوان. ده جديدة برضو ما صورتهاش قبل كده، قلت اتصورها لحضرتكم. دي انا مش عارفة هي ايه، برمودا نسائي، برمودا نسائي يعني بنطلون قصير. في ناس فاكين واحد، هنشوفه. على 11 ريال ونص. دي بقى كلها فساتين العيد، طبعا متوفر منها جميع الاشكال. على كام؟ على 29 ريال، 99 هلل يعني 30 ريال. كل دي فساتين العيد انا ما صورتهاش قبل كده، العيد والمناسبات يعني. طبعا في هنا في اشكال كتيرة من البيجامات، في بقط وفي بنص كم على 23 ريال، وفي برمودا وفي طويل. هي دي الملابس اللي موجودة ببوابتنا. دي بقى الستاند بتاع ايه، ملابس شيئين. الناس عمالة تنقل وتنقي اهي، يعني هتلاقوا متوفر منتجات شيئين وكذا ماركة، يعني مش شيئين بس، في كذا ماركة. على كام؟ على 11 ريال ونص. يعني دي بلوزة سودة تنفع جميلة اهي مناسبات. على 11 ريال ونص. يعني الناس ما شاء الله عماله تقلب وبتنقي وكده يعني، بس انا ما اقدرش اجيب حد. ده فستان مناسبات اهو على 11 ريال ونص. والحاجات دي يا جماعه اذواق وكده يعني، وما بيعرضوها وبعد كده ايه يروحوا ايه جايبينها هنا العمال، والناس بقى تقعد تنقض وكل واحد ياخد ايه اللي هو عايزه يعني. هتلاقوا بنطلونات، هتلاقوا الوانات صاخبه والوان هاديه، يعني هتلاقوا جميع الاذواق. وهم بيبقى لهم اوقات معينه بيحطوا فيها الملابس دي يعني، يعني مش على طول يعني ايه، يعني بينزلوها بالوقت يعني. طبعا هي بتبقى كل حاجه في كيسها يعني. ده شرطة هو اكيد كان بيبقى معاه اللبس بتاعه، بس الناس بقى بتاخد اللي بيعجبها وبتسيب اللي ما بيعجبهاش يعني. ممكن يبقى طقم على بعض ياخدوا حاجة ويسيبوا حاجة. في بيجامات كاروه، الناس اللي بتحب الكاروه اهو. بس نختم هنا ان شاء الله، ونشوفكم في جولة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.